23 سنة أنا أنطر هالحجة هذه. دعيت من كل قلبي قبل لا أدعي إلى والدي. دعيت له، هو اللي فتح لنا. سرت أحوالك يا حاج، النور جمالك يا حاج، وعليك سرور وهاج. الله يشرح صدره ويسر أمره ويغفر ذنبه ويغفر له ولوالديه ويسدد خطاه، ونقول يسدد خطاه، أسأل الله يرفع قدره. ارتاح قلبك؟ مو ارتاح، غسلت قلبي، غسلت كبدي بعد 23 سنة. شوف عيالك مستانسين وأحفادك. طبعا ننطرها 23 سنة يا رجل، مثل الرجل اللي ينطر له ولد ما عنده عيال. نعم، وهذا الفضل كله إلى الشيخ أحمد النواف.